قرب شهر رمضان، يعني لا بأس يعني أن نتكلم عن بعض المأكولات التي يستهلكها الناس في هذا الشهر. ولمعروف يعني طبعا في المغرب، أظن أن الفضاء المغاربي كذلك معروف في تقريبا نفس الأشياء هذه التي يستهلكها. هناك يعني شوربة يعني خاصة بهذا الفضاء المغاربي تسمى الحريرة، يعني احنا في المغرب نسميها الحريرة، وهذه يعني هذه الشوربة هي يعني تستعمل قطاني، يعني بعض الخضر مثل الطماطم، وتستعمل قطاني يعني حمص وعدس، يعني هذه الناس يضيفون لها بعد حبوب الرز او بعد العجائن، يعني هذا لا بأس. ولكن هذه الوجبة هي وجبة قوية وذكية كذلك، لانها هي من ابتكار الامازيغ. ولما تجتمع يعني هذه يعني الاوراق الخضراء، يعني مثل المقدونيس والكزبره والكرفس، مع الطماطم، مع شيء من زيت الزيتون، مع القطاني، فلا اظن يعني ان هذه المكونات، لا اظن ان هناك يعني شيء احسن منها. لماذا؟ لان القطاني، حمص وعدس، تكلمنا ان فيهم بروتينات، فيهم املاح معدنيه، فيهم حديد، فيهم مغنيسيوم، فيهم كالسيوم، فيهم كذلك فيتامينات مثل البيريدوكسين وحمض الفوليك في هذه الحبوب. يعني هذه الاوراق الخضراء مثل الكزبره والمقدونيس والكرفس فيهم فيتامين اي وسي والكي، تكلمنا عليهم كذلك، وفيهم فيتوستروجينات، يعني فيهم اشياء جيده، فيهم بعض الهرمونات يعني هذه النباتيه التي هي يحتاجها الناس يعني في شهر رمضان. يعني شيء من زيت الزيتون، كان من قبل الناس يضيفون السمن الحار، يعني هذه السمن المتخمر هذه، لكن دائما كاين، لكن الشيء السلبي الوحيد الموجود يعني في هذه الشوربه، لماذا؟ لان الناس يلاحظوا ان ملي كيشربوها بدا كيوقع لهم انتفاخ. لماذا؟ لانهم يعني العجائن، هذه العجينة التي تضاف الى هذه الشوربة هي يجب ان تكون مخمرة، اذكر يجب ان تكون مخمرة. اذا استعمل فيها الخميرة التقليدية الحامضة يكون احسن، يعني هذه الساور داو ستارتر، يعني هذه يعني الخميرة الحامضة يكون احسن. لماذا؟ لان يجب ان هذه العجينة ان تكون مخمرة. لماذا؟ لكي تحلل هذه الاشياء ولكي تكون سهلة في هذا. إذا استعمل الدقيق، لأن النساء الآن يعني يخلطون الدقيق مع ماء ثم يضيفونها لهذا يعني لهذا الخليط الأول، ويعني أنا أنصح وأوصي إذا كانت النساء ستضيف دقيق مع الماء، من الأحسن ألا يشرب الناس هذه الحريرة. أنا أقول من الأحسن ألا يشرب الناس. لماذا؟ لأن يعني يكون مشكل عسر في الهضم، وهذا الدقيق الذي يعني الآن يضيفونه لهذه الشربة هم يفسدونها. من الأحسن أن يتاون أنا وشربة يعني خضر، شربة خضار أو معها قطاني كذلك، حتى شربة الخضر ممكن يضيف لها قطاني، وأن لا يضيف هذه العجينة إذا لم تكن مخمرة. فإذا كانت مخمرة فهي أحسن. لماذا؟ لأنها تضيف شيء جديد في التغذية، اللي هو يعني هذه حمض اللاكتيك، وكذلك تحلل هذه الفيتات، يعني هذه حمض الفيتيك يحلل لكي يعني يحرر هذه المعادن، ليس المعادن وإنما كذلك يعني الأملاح المعدنية، وإنما كذلك الفيتامينات، ويحرر كذلك بعض البروتينات، بعض الحمضيات الأمينية، وبعض الحمضيات الدهنية التي تكون موجودة في حبوب القمح. يعني هذه، فهذا المشروب هو جيد، هذه الوجبة جيدة في طعام الإفطار. كما أقول هنا، شرط أن تكون هذه العجينة التي تضاف لهذه الوجبة أن تكون متخمرة أو مخمرة، يجب أن تخمر لوقت طويل كي تتحمض، ثم ممكن أن تضاف. وأن يعني يتجنب النساء، يجب أن تتجنب النساء إضافة دقيق مع الماء، يخلطون الدقيق مع الماء ثم يرمونه في هذه الحشيش، هذا يعني تصرف يعني يفقد لهذا المنتوج يعني قيمته الغذائية، ويفقد حتى يعني تاريخه، لأن تاريخ هذه هي اسمها الحريرة الحامضة، يعني كنا نسميها الحريرة الحامضة. فكلما كانت المواد الغذائية، كلما كانت المادة الغذائية حامضة، كلما كانت يعني صالحة في التغذية. لماذا؟ لأن المواد الحامضة هي التي تزيل حموضة الدم، الأسيدوزيس، والمواد يعني القاعدية التي لديها بي اتش يعني أكثر من 7، اللي هي البروتينات والحليب والسكر وكذلك، هذه تزيد في يعني في حموضة يعني حموضة الدم، هذه الأسيدوزيس هي تؤزم طبعا حموضة الدم. فالحريرة يعني تهيأ كما قلت بالعجينة المخمرة وليست دقيق وماء. نكتفي بهذا.